السيارة الحلوة دكتور، روعة. الله يبارك العقل اللي اخترعها. فعلا شعوب الغرب ساهموا في تحضر البشرية والتقدم العلمي يا سيد إسلام. أنا ماني من رأيك دكتور أبدا، وليش بقى؟ لأنه هدول كفار، والكفار بيقول عنهم القرآن: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. يا لطيف يا لطيف، شو انك حقود وعدائي؟ هاد وصف القرآن دكتور، بدك تكذب كتاب الله؟ طيب طيب، اذا كانوا بلا عقل واخترعوا السيارة والطيارة والتلفزيون كمان، فكيف لو كانوا بعقل؟ مهما اخترعوا بيضلوا كفار بدون فهم، وبتضل أمة الإسلام أفضل أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال صلى الله عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وشو اللي خلاها تصير خير أمة؟ شو هي الإنجازات اللي قدمتها للبشرية؟ أوه، إنجازات كتيرة دكتور. لولا الحضارة الإسلامية لكان الغرب اليوم عايش في جهل وتخلف. الرياضيات والفيزياء والكيمياء كلهم من عنا دكتور. ايوه ايوه صدقتك. بس في كل الأحوال مش العلوم والحضارة هي اللي بتعملنا خير أمة دكتور. لكن شو اللي عملكم خير أمة؟ نحن خير أمة لأننا نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر. وشو هيدول المعروف والمنكر؟ يعني بنأمر الناس باتباع شرع الله وإقامة الواجبات الدينية والابتعاد عن المنكر. يعني بدك تجبر الناس بالعصا على طاعة الشرع؟ أول شي باللسان دكتور، إذا ما مشي الحال بنستعمل العصا. وهذا الشي بيعملكم خير أمة؟ مو بس هيك دكتور، بحسب أبي هريرة رحمه الله، خير أمة يعني نحن خير الناس للناس. هذا الحكي السليم، خير الناس بينفعوا الناس والمجتمع. خليني روق شوي وخليني كفي لك يا دكتور. كنتم خير الناس للناس يعني تربطوهم بسلاسل وتجبروهم على دخول الإسلام. شايف كيف دكتور؟ إذا أهملنا الأمر بالمعروف رح تنحضر الأمة إلى الجهل دكتور. والله أنا شايف إنه الأمة غارقة بالجهل، والسبب هو نكران المعروف والأمر بالمنكر. يحرى حريشك دكتور، ولك حتى العربي تبعك مشقلب. لا لا، مخك المشقلب وهذا الترتيب السليم للكلمات. وصلنا على المطار سيد إسلام، بس وينك؟ لو أنا محلك ما بطير بالطيارة. وليش بقى؟ لأن من اختراعات الكفار. إيه إيه، بس الله بيسخر الكفار واختراعاتهم لخدمة المسلمين دكتور. وإذا بدنا نرفض اختراعات الكفار بنصفي بالنهاية على الجمال والحمير.